شفت كرة محمد هاني؟ شايفها ضربة جزاء ولا لا؟ الأولانية؟ اه بص يا كابتن، أنا ممكن تتحسب عليا ضربة جزاء. ممكن تحصل، لان برضو اللعيب بتاعنا برضو كان في تهور منه شويه يعني. هو برضو اللعيب بتاعنا لازم يعرف، وعاتبته فيها، قلت له ودي والله العظيم ما جيت، قلت له انت برضو دخولك عليه بالشكل ده جوه ال 18 وهو متطرف كده، ما ينفعش تعمل كده يعني، لازم برضو تبقى هادي جوه ال 18 شويه، تبقى واقف على رجليك شويه في الحته دي. هل فتح الله كان يستحق الطرد في اللي كان برضو قيل ان هو كان هيبقى انفراد لمحمد الشريف؟ شايفه طرد ولا انذار؟ بص يا كابتن، يعني دي بقى انا يعني انا برضه كانت كوره قدام، هي تقديريه يعني، بس انا في رايي كان في احمد عيد كان مع كمان فتح الله، يعني مش هم الاثنين لوحدهم يعني. يعني احمد عيد كان قريب اول فتح يعني هو يعني مش انفراد كامل يعني، لا يعني ممكن كان غطى كمان فتح الله الكوره دي. طيب هل فعلا هاني عادل جاله صليبي؟ جاله صليبي. ربنا يشفيه ويعافيه يعني. واشرف برضه، اشرف السيد مزق في العضله الضمه، مزق من الدرجه الرابعه كمان يعني عنده الحمد لله. والله ده اللي جاب الجون.